كل حاجة في جسمك مهما كانت صغيرة بقى ليها أشعة. أشعة دي بقى أشعة الضرس. هتلاقي أول ما تروح كده، ربنا يعفي عنك، أول ما تروح كده الدكتور قبل ما يعمل أي حاجة يقول لك لا لا، اعمل لي أشعة، اعمل لي بانوراما. بانوراما إيه البانوراما دي؟ تحط بقك في البتاعة دي والبتاعة دي تلف كده، تجيب لك الفك المفترس كله. لازم بعد كده نشوف بقى هنحشي ولا هنخلع ولا هنعمل إيه. فيش اي حاجه خالص. تجريت ليه يا ولا؟ يا ولا يا ولا.